في هذا الفيديو ان شاء الله غنوضحوا بزاف ديال الحاجات ديال الناس اللي باغيين يخدموا شي خدمه حره ولكن ما عارفينش كيفاش يبداو هذه الخدمه حره. واليوم جبت لكم هذا المشروع هذا اللي معروف جدا، عييت نشرحه وكنشرح فيه بزاف ديال الديتاي كيفاش تخدموه وكيفاش تبداوه من الصفر، ولكن الناس باقي عندهم واحد شويه الشبهات، باقي ما عارفينش بزاف المعلومات على هذا المشروع هذا. المهم نبدا لكم بالتوضيح ديال هذا المشروع هذا، نشرحه مزيان شنو هو هذا المشروع هذا، على مرات هضر شنو الاحتياجات اللي غادي نخدموا بهم هذا المشروع هذا، وكيفاش الطريقه نسوقوا لهذا المشروع هذا، وكيفاش نجيبوا لي كوموند ونربحوا الفلوس من هذا المشروع هذا. المهم خليكم معايا حتى الاخر باش تفهموا مزيان الديتاي. اول حاجه عندنا هذا المشروع هو الطباعه ديال السيكن. هذا السيكن كما كتعرفوا هذا الساك ديال الاوتيل، هذا حنا كنخدموا دابا هذا الاوتيل هذا، كيفاش حنايا جا هذا الاوتيل وخدم معانا حنايا. اوكي غنوريكم السر ديال علاش كاين الناس اللي كيجيو كيفاش الناس كيعرفونا باش كيجيو يخدموا معانا. المهم عندنا هذا ديال الاوتيل، عندنا هذا ما عرف شكون، عندنا هذا. المهم كاين بزاف ديال الناس كيخدموا معانا معروفين خياطات ولا كيخدموا شي خدمه حره وكيجيو يخدموا معانا، كنطلعوا لهم السيكان وداك الشيء، وتا انت تقدر تخدم هذه الخدمه هذه. اول حاجه خصك دير هو خصك تتعلم، ضروري خصك تتعلم بعدا كيفاش انا نجي ونطبع هذا الساك هذا وشحال ديال الارباح غنربحو من هذا الساك هذا. اول حاجه باش تتعلم كاين واحد الفيديوهات انا داير في اليوتيوب قناه ديالي في قائمه التشغيل، الا دخلت القناه ديالي ادخل قائمه التشغيل وغادي تضغط على مشروع ديال السيريغرافي، غادي يطلعوا لك من الاول حتى الاخر كيفاش تخدم السيريغرافي. اوكي من الاول حتى الاخر. دابا غيبقى لنا المواد، دابا انا تعلمت صافي، انا تعلمت شوف فيديوهات فهمت كلشي الديتاي اللي خاصني نخدم عليه شنو خاصني ندير. ثاني حاجه خاصك تشري مواد، يعني المواد خصهم يكونوا في يدك. دابا انا تعلمت وخاصني نطبق هذاك الشيء في ارض الواقع، ما يمكنش انا غير تعلمت نخليها في راسي. صافي انا تعلمت شوف فيديوهات فهمت كلشي الديتاي اللي خاصني نخدم عليه شنو خاصني ندير. ثاني حاجه خاصك تشري مواد، يعني المواد خصهم يكونوا في يدك. دابا انا تعلمت وخاصني نطبق هذاك الشيء في ارض الواقع، ما يمكنش انا غير تعلمت نخليها في راسي، يعني خاصني نشري المواد. المواد هما بسيطه جدا، الراكليطه ديال السيريغرافي بحال هادي، غادي خاصك هنايا لاصوا الحرير ديال السيريغرافي، هذا راه ماشي اي ثوب عادي شريناه من شي خياط. باش تشوف معايا راه عندي شويه الروينه. المهم كاين بحال هادو، كاين هذا الفيكساتور هذا كيفيكسي الجيلاتين على لاصوا، كاين هادو هادو الصباغات اللي كيكونوا هادو قطره من هذا صفر، الا درتيها مع هذا خلطتيها في واحد الطاسه كتعطيك لون صفر قوي بزاف. هادي عاوتاني الكحل الزرق والاحمر، وهادي الفيكساتور، وكاين الكادر ديال السيريغرافي هكذا كيجي. هذا عادي تقدر تعدلو عند النجار ولا كيتشريه ولا كيما بغيتي. كاين هادي عاوتاني لاباط اللي كتخلط بها الصباغات وداك الشيء، وكاين اهم حاجه في هاد الشيء هذا هو الجيلاتين اللي عندنا هنايا. هذا الجيلاتين كاين 22 كاين 25، يعني هادو كل حاجه ولما كتخدم. وكاين واحد الماده حساسه اللي كتخلط مع الجيلاتين كتكون سبيسيال، هي اللي كتخوى على الجيلاتين باش يتخلط. يعني كاين بزاف ديال المواد سيريغرافي، والسيريغرافي كتفرع بزاف ديال الحاجات. وانا كنقول لكم الا بغيتو تخصصوا بنادم يتخصص في السيكل، علاش في الاول؟ هادي غير في الاول. لماذا؟ لان الساك الا مشى ضاع لك هاد الساك هذا راه ضاعت لك واحد الدرهم جوج دراهم، ولكن الا مشيتي كنت تطبع الحوايج بديتي من الحوايج نيشان غادي يضيع لك التيشيرت كيسوى 30 درهم 40 درهم 50 درهم، يعني تقدر تضيع بزاف. ولا ضيعتي غير 10 ديال التيشيرتات راه مشات لك واحد 400 درهم، ولكن الا مشيتي ضيعتي 10 ديال السيكان مشات لك 10 دراهم، فهمتي؟ يعني هذا هو المنطق. ومين تحتار في السيكان وترجع كطير في السيكان، ديك الساعه تدخل للعالم ديال الملابس والحوايج وداك الشيء، وفيهم الارباح كثار من السيكان. دابا كيفاش انا، دابا انا بغيت نسوق لهذا المشروع هذا، بغيت دابا نجيب لي كوموند كيفاش نخدم. ها هما المواد، انا تعلمت وانا شريت المواد وعندي كل شيء موجود صافي جاهز وبغيت نخدم، ولكن كيفاش غنجيب هاد الكليان؟ شو انا نوريكم حنا الطريقه ديالنا كيفاش كنعملوا باش تشوفوا بعينك، يعني ما كنخبعوا عليك حتى شي حاجه. ها انتم الاخوان باش تشوفوا داك الشيء في ارض الواقع، ها انتم الساك ديالنا، هذا الساك ديالنا. يعني انا راه انا هاد الطريقه انا كنديرها، انا كنخرج بهذا الساك ديالي معنا سيدي وكنمشي كنترزق الله. إن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن ليس للإنسان إلا ما سعى، راه ربي غيعطيك غير داكشي اللي كتجري موراه، كتمشي موراه وكدير واحد المجهود داكشي اللي كتخلص عليه.
درتي سعيتي بزاف غتربح بزاف، سعيتي شويه تربح شويه. ها الصاك ديالنا كنهزوه نعم سيدي، اجي تشوف معايا هانت شنو هذا. هادو السيكان لي زيشونتيو، ها ها الشانتيو، الشانتيوات مطبوعين، السيكان مطبوعين هانتا بحالنا بحال الناس. حتى حنا كنخرجو و كنسعاو كنديرو واحد المجهودات باش كنجيبو لي كوموند. هانتا نعم سيدي، هانتا نعم سيدي، هانتا نعم سيدي. المهم هانتا لي مينيو عاوتاني. المهم كنديرو واحد المجهودات الاخوان، كنخرجوا الاخوان كتمشي عند المحل كتوري لي زيشونتيو كتقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الا كنتي باغيتي السيكان ديالك مثلا فيهم اللوغو ديالك والمشروع ديالك ويكون شي حاجه انيقه وتعطيها للكليان مثلا الاشهار، المهم كتشرح له، خاص تكون الطريقه ديالك الشرح ديالك. كل واحد وكيفاش كاين اللي كيعرف يقنع كاين اللي ما كيعرفش يقنع، وحتى هذاك اللي ما كيعرفش يقنع الا خرجوا ساعه راه كيجي ربي كييسر له، واخا ما يكونش كيعرف يقنع كيجيب له الله سبحانه وتعالى كيجيب له الرزق ديالو. كتخرج السلام عليكم، تدخل ظريف لابس مزيان كذا، السلام عليكم حنا كنطبعوا، بغيتي مرحبا بك، الف مرحبا، بغيتي شي حاجه حنا هي موجوده. كتوري لي شونتيون ديالك اللي كتخدم، صافي السيد كيقول لك توكل على الله، طبع لي 500، طبع لي 1000، طبع لي هذه، طبعتي 500 عندك 500 درهم، طبعتي 1000 عندك واحد 800 درهم، طبعتي 2000 عندك ما نعرف شحال، وانت والشطاره ديالك وانت والرزق ديالك، وخاصك تخرج توكل على الله. هذه بالنسبه للطريقه العاديه اللي كتخرج، طريقه تقليديه كتخرج وكدير هذا الشيء هذا. كاين اللي غادي يكون متطور وغيصور هذا الشيء وغيدخلو فيسبوك، يعمل له سبونسور، يعمل له اشهار ممول وغيوصل من عند بزاف ديال الناس. كاين اللي عاوتاني غيدير غير ماركت بليس، غيبقى يلوح في ماركت بليس. المهم خاصك دير واحد المجهود، ضروري خاصك دير واحد المجهود وتحس بان درتي مجهود، وديك الساعه تسنى من الله سبحانه وتعالى يعطيك، ما تبقاش واقف يعني مبلوكي هكذا وكتسنى من عند شي واحد طيح عليك شي حاجه ولا تنزل عليك شي حاجه ديال الرزق. انت خاصك تخبش خبش، خاصك انت عايش في الدنيا باش تخبش وجيب رزقك، تحيدها من فم السبع وجيبها، فهمتي. راه حنا ما بديناش بهذه الطريقه هذه. الدراري كما وريتكم الفيديو واحد ستوري ديال واحد الولد اللي كان بدا معانا وتعلم وشرح معانا المواد وديك الشيء صيفطناهم له وتوكل على الله، وبدا كيجيب لي كوموند، ملي مشيت عندهم المحل جبرتو حط 1000 ديال السيكان فيها تبارك الله واحد الرزق محترم. وكنشجع على الدراري كنقول لهم برافو، كنشوفهم كيجيبوا لي كوموند كنقول لهم بيبا الدراري، لان هذا هو الواقع. ما كنكذبش عليك انا، داك الشيء ديال التجاره الالكترونيه خاصك كذا تربح مليون تربح كذا، انا كنجيك في الواقع، نيشان في الواقع شنو فيه. التجارة الإلكترونية حنا كنديرو التجارة الإلكترونية، راه مكاينش ديك الأرباح الخيالية اللي كتصور، كيجي داكشي مع الوقت، 5 سنين ديال الخبرة وكدا وهاديك، إيه. أما غادي تقول لي غادي تبدا صافي، كيقول لك غير غتبدا غتبدا تحط تربح الملايين، هادي راه مكايناش غير نساوها. أي واحد الإخوان احتاج أي معلومة ولا المواد ولا السيكان ولا أي حاجة احتاجتيها طاحت لك في بالك، بالنسبة للفيديوهات أنا وريتكم فين غتمشيو تتعلم، غتتعلم كلشي. من غادي تتعلم غادي تشري المواد غتحطهم قدامك وغادي تبدا توكل على الله وتخدم، تخدم على راسك وتجرب المره الاولى. حتى شي معلومه مساعده السيكان حوايج المواد ديال الطباعه وداك الشيء كامل موجود، مرحبا بك، تواصل معنا تحت في الديسكريبشن تلقى الرابط اللي غادي ديك الموقع ديالنا، هذاك الموقع بغيتي تشري من عنده، بغيتي تتواصل معايا في النمره اللي تما تواصل معايا، نصيفط لك داك الشيء كامل اللي غادي تحتاج، وزائد غنتبع معاك الا حصلتي في شي حاجه مثلا وحلتي جيراتي ما بغاش يخرج لك، تواصل معايا انا نقول لك الحل، غتصور لي تصويره فيديو ولا شي حاجه علاش هذا، غنقول لك دير هادي ودير هادي غديرها غيخرج لك داكشي. وكثر من هادشي الاخوان، واش كثر من هادشي كاين شي واحد يتساعد معاك حتى لهاد الدرجه هادي؟ ايوا هادشي اللي عطا الله الاخوان، نشوفكم في فيديو اخر.